حقن الدهون فكرته ان احنا بناخد الدهون من منطقة ما، وان احنا المنطقة محتاجة الدهون ديت. من اشهر المناطق اللي بتحتاج حقن الدهون او حاجة الوجه، خلاص، لان الوجه ساعات بيبقى فيه اماكن تبقى ديبرست جدا او تبقى داخلة لجوه نتيجة بقى الايجينج، نتيجة ان هي العانة خست شوية، نتيجة اي حاجة. ساعات بقى فيه امراض كونجينيتال زي رامبرجز ديزيز وحاجات زي كده، فبتبقى الامراض ديت او الحاجات ديت او الكونديشنز ديت بتخلي المنطقه مثلا بتاعه الخدود منطقه بتبقى داخله جوه شويه. المنطقه ديت بتحتاج ان احنا عشان نطلعها فبنحقن تحت المنطقه ديت دهون، فتبتدي تطلع وتبقى ترجع لشكلها الطبيعي. من المناطق اللي كمان بنحقن فيها دهون ظهر الايد، لان في بعض الاحيان برضه مع الخساسان او مع الايدجنج تلاقي الفينز او العروق ظهرت على ظهر الايد، وده منظر ساعات ما بيعجبش كتير من الستات، فبتقول لك ايه، لا انا عايز احن علشان ارجع للملمس الطبيعي الشباب زي بتاع قبل كده. كمان منطقه حقن الدهون يمكن خدت شهره فتره ما اللي هي منطقه حقن الثدي، ودي كانت بتستخدم كبديل للسيليكون لتكبير الثدي. كان عليها ديبيتس مختلفه، بس يعني ما زالت بتستخدم في بعض الاوقات. لكن المنطقه الاشهر على الاطلاق دلوقتي في حقن الدهون، وهي المنطقه اللي فعلا جايبه نتائج حلوه جدا، اللي هي منطقة المؤخرة أو الباتوكس، خلاص، لأن المنطقة ديت فعلا بتستقبل الدهون بطريقة كويسة، بتدي ليها فاسكولاريتي كويسة، بتدي ليها دموية كويسة، فبتساعد على إن ننجح العملية دي بطريقة أحسن، يمكن أفضل من البريست كمان. الدهون اللي إحنا بنستخدمها في الحقن وجدنا كمان إن فيها بنفيت غريب شوية، وأنا اكتشفنا فيها خلايا جذعية. الخلايا الجذعية ديت بتستخدم دلوقتي علشان نقدر نعمل ريجوفينيشن أو نرجع نعمل استعادة للشباب ونضارة البشرة، وده يمكن بتستخدم دلوقتي في الفات انجكشن في الفيس، خلاص، او في الوجه، ان هي مش مجرد بس احنا ممكن نعمل اوجمنتيشن كمان للحاجة المناطق اللي هي بتبقى داخلة شوية في الفيس، لا احنا كمان ممكن نعمل بيها استعادة لنضارة البشرة.